رحبت زعيمة المقاومة الإيرانية مريم رجوي بالمواقف التي أعلنت في القمة العربية الإسلامية الأمريكية في الرياض، وأكدت بأن منبع الإرهاب وتأجيج الحروب والتطرف في المنطقة هو نظام ولاية الفقيه، وطالبت في كلمتها بمناسبة الأمسية الرمضانية السنوية للمقاومة، طالبت بطرد النظام الإيراني من منظمة التعاون الإسلامي. رحبت شخصيات عربية وإسلامية وفرنسية بالمبادرة التي أطلقتها زعيمة المقاومة الإيرانية مريم رجوي في الأمسية الرمضانية التي أقيمت في مقر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في ضواحي باريس، وأكدوا بأن هذه المبادرة التي تضمنت ثلاث نقاط رئيسية ستوقف المشروع التوسعي لنظام ولاية الفقيه. إعلان قوات الحرس كياناً إرهابياً، وثانياً أن يتم طرد نظام ولاية الفقيه من منظمة العمل الإسلامي وتحل محله المعارضة الإيرانية، وثالثاً أن يعترفوا بنضال الشعب الإيراني من أجل إسقاط ولاية الفقيه. وقالت رجوي إن معاداة نظام الملالي للسلام والأمن في المنطقة طيلة أكثر من ثلاثة عقود كانت من ثوابت هذا النظام، لأن تصدير الإرهاب والتطرف يشكل جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية النظام من أجل بقائه. شخصيات برلمانية فرنسية أكدت في كلماتها على أن النظام الإيراني يقوم بتصدير الإرهاب والتطرف إلى دول المنطقة، كما اتهمت شخصيات دينية إيرانية نظام ولاية الفقيه بالعمل على توسيع الإمبراطورية الفارسية. التدخلات الظالمة في المنطقة، ومن قديم رفضنا سياسات نظام الملالي بدءا بما فعله في إيران من قهر وقتل وإرهاب، وطبعا ما بص به الخميني تحت عنوان تصدير الثورة نددناه من قديم ولا زال. الوفد الفلسطيني المشارك في الأمسية الرمضانية أكد بأن إيران لم تقدم أي دعم للشعب الفلسطيني، إنما تقدم لمن يساعدها على نشر الإرهاب والفوضى في المنطقة. جئنا لنقول أن النظام الإيراني نظام ولاية الفقيه الذي يرتكب جرائم الإرهاب في المنطقة في كثير من البلاد، في اليمن، في سوريا، في العراق، في لبنان وفي غيرها من البلاد. شخصيات برلمانية من الأردن والمغرب والجزائر والمعارضة السورية أكدت في كلماتها أيضا بأن النظام في إيران أشعل المنطقة بحروبه الطائفية، وأصبح مع ميليشياته خطرا يهدد دول المنطقة، وبات المصدر الرئيسي لتصدير الإرهاب والتطرف، وطلب المجتمع الدولي بالوقوف مع الشعب الإيراني حتى ينال حريته. سعد المسعود، العربية، باريس.